النهاردة كان في اجتماع للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، ومن ضمن المشاركين في اللجنة النهاردة كانت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية الوطنية للتدريب لو نفتكر كده مع حضراتكم من سنوات من بداية تأسيسها، وهي تعتبر جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أولى اهتمام كبير جدا بالأكاديمية نظرا لأهمية دورها في أنها تخرج أجيال جديدة من شباب مصريين قادرين أن هم يكون ليهم دور فاعل في المجتمع، يعرفوا إزاي يبقوا رجال دولة وسيدات دولة بالمعنى الحقيقي. وده للأكاديمية بدأت تعمله من بداية عملها لغاية النهاردة، واللي أكدت عليه الدكتورة رشا راغب النهاردة في كلمتها أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأكدت أنهم بصدد حاليا تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي، بالإضافة طبعا كمان لإجراء الحوار الوطني اللي احنا بدأنا نتكلم عنه من بداية ما أعلن الرئيس عن دعوته الرسمية لإجراء حوارات وطنية تشمل كل أطياف المجتمع وكل القوى السياسية من مؤيد لمعارض لكل الأشكال والألوان المختلفة، واللي تم الإعلان عن أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي اللي هتكون بترعى وبتتبنى وبتحتضن هذه الحوارات الوطنية. وده الحقيقة يضيف ثقل مهم جدا جدا كمان كبير للأكاديمية، وبيؤكد دعمها الأساسي، وكمان بيؤكد على ريادتها في الجزء الخاص بيها إنها بتساعد الدولة بشكل كبير جدا والقيادة السياسية في تنفيذ برامج طموحة وخطط مهمة قوي. اللي أكدت عليه كمان الدكتورة رشا راغب النهاردة في كلمتها أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لأن الأكاديمية الوطنية للتدريب استطاعت إنها تحصل على اعتماد دولي من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم لمدة 5 سنوات من دون أي خطأ يذكر عليهم. احنا عارفين ان اي جهة زي الأكاديمية الوطنية للتدريب زي الجامعات وزي المعاهد الدراسية بيكون ليها احيانا شهادات للاعتماد الدولية، يعني نقدر نقول كده انه بيبقى تصريح او اعتراف دولي بالأكاديمية دي، وبتبقى الشهادة اللي جاي بيها من الأكاديمية معترف بيها في اكتر من دولة او معترف بيها على مستوى العالم كله. ده اللي قدرت ان هي توصل له فعلا الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال عملها الدؤوب خلال السنوات اللي فاتت، انها تحصل على اعتماد دولي رسمي لمدة 5 سنوات من اكبر المؤسسات الدولية للاعتماد الأكاديمي. وأكدت كمان أنه الأكاديمية بتسعى أنها تكون رائدة في كل المجالات، حتى بما فيها بناء المبنى الخاص بالأكاديمية اللي هو المبنى الجديد. الدكتورة رشا راغب بتشير إلى أنه تم الاعتماد على 70% من المواد المستخدمة في إعادة هيكلة مبنى الأكاديمية الوطنية للتدريب من مواد معاد تصنيعها، يعني نقدر نقول ريسايكلينج أو إعادة تدوير المخلفات. وده الحقيقة إشارة رائعة لأنه ممكن جدا مؤسسات كتيرة قوي في الدولة تعتمد على المواد المعاد تصنيعها والمخلفات اللي بيعاد تدويرها، اللي بالطبع ده بيؤدي بشكل مباشر جدا للحفاظ على البيئة، وبيساهم بشكل كبير جدا في مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية اللي احنا طول الوقت بنتكلم عنها، وبتحافظ بشكل كبير قوي على البيئة وبتحفظ قدر كبير جدا من الطاقة. كمان أشارت الدكتورة رشا راغب أن حاليا بيتم إنشاء فرع تدريبي تابع للأكاديمية في محافظة كفر الشيخ، وأنه هيكون مركز تدريب للشباب والعاملين والمواطنين، وكمان هيكون فرصة لمساعدة أهالي المحافظة، وبالتالي في انتشار لنشاط الأكاديمية مش بس في العاصمة القاهرة، لكن في انتشار ليها في مختلف المحافظات. بنتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح في مجهودهم الرائع الحقيقة اللي بيقدموه، ويمكن أكبر ثمر احنا بنقدر نلمسه قد كده إيجابي وقد كده مؤثر فعلا في حياتنا الاجتماعية والسياسية المصرية، خريجي البرنامج الرئاسي اللي بيخرجوا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، اللي فعلا النهاردة بدأ يكون ليهم دور فاعل بشكل مباشر في الحياة السياسية والحياة التنفيذية.